نعم، يعني ليست المرة الأولى تنطلق فيها تظاهرات للأقليات في إيران، وحدثت في أكثر من مناسبة، وربما استغلت هذه المناسبة للخروج بتظاهرات، خصوصا الأقليات في المناطق الكردية يعني المحاذية للحدود العراقية. هذه المدن تشعر أنها لا تنتمي إلى هذا النسيج في المجتمع الإيراني، وأنها تستغل أي فرصة للتظاهر ضد النظام وضد عمليات ما يسمونه بقمع الأقليات وعدم إعطاء حقوقهم. الأكراد معروفين أنه لديهم طموحات كردية في الانفصال أو في تكوين دولتهم الخاصة، لذلك تستغل مثل هذه المناسبات في مثل هذه التظاهرات. لاحظ أن التظاهرات تركزت في هذه المناطق. نعم نعم أستاذ يونس، تقارير تتحدث عن عنف من قبل قوات الأمن ضد المحتجين، ورأينا اليوم أيضا الرئيس الإيراني يهدد بقمع أكبر، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ نعم، يعني في حال خروج التظاهرات عن مسارها الاعتيادي، بالتأكيد يعني كل السلطات ستتخذ إجراءات أمنية، خصوصا دولة مثل إيران تتمتع بهذه القوة من القوات الأمنية، قوى الأمن الداخلي، وأيضا قوات الحرس الثوري وقوات الجيش، لديها الإمكانيات الكبيرة، ولكن بصورة عامة تنظر إلى هذه الأمور ضمن سياق الطبيعي، أن التظاهرات ربما يكون حق مشروع، ولكن بعض التظاهرات قد تكون تخرج عن مسارها الطبيعي إلى عمليات سلب ونهب أو تخريب للممتلكات العامة. في هذه الحالة ستتدخل القوات الأمنية بالتأكيد، وهذا يحدث في كل دول العالم. شيء منطقي أن مسؤولية القوات الأمنية الحفاظ على الممتلكات والأرواح العامة. نعم أستاذ يونس، سؤال آخر نطرحه لك، منظمة العفو دعت أيضا لتدخل دولي عاجل لوقف القمع بحق المتظاهرين بإيران، ما هو التدخل الذي تريده برأيك؟ يعني هذه المنظمة تنظر بصورة عامة يعني نحو مراقبة حقوق الإنسان في العالم، و ربما بعض التقارير والتسريبات تشير إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى في هذه التظاهرات، لذلك في كل دول العالم عندما تحدث مظاهرات بهذا الحجم ووقوع ضحايا بهذا العدد تناشد هذه المنظمة أن المجتمع الدولي يتدخل لحماية المتظاهرين، ولكن في هذه الحالة نلاحظ يعني عدم وجود احتكاك كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاولة احتواء هذه التظاهرات كونها ردة فعل على مقتل أحد الفتيات الإيرانيات، وهذا أعتقد هناك تفهم من هذه المنظمات الدولية لهذه ردود الفعل. ربما تشهد الأيام القادمة تصاعدا في حدة التوترات، ولكن يعني تبقى الأمور تقديرها للسلطات الإيرانية، ربما تحتوي هذه التظاهرات أو تحتوي هذه الأقليات وتعطي بعض الحرية للتظاهر لحين عبور هذه الأزمة. نعم أستاذ يونس الكعبي، نائب رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لانضمامك إلينا.